صدق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه فأصدر قانونا رقم 2 لسنة 2016 بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية طوكيو عام 1963 بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات والموقع في مونتريال بتاريخ الرابع من إبريل 2014 والمرافق لهذا القانون